الو، الو، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا اهلا بيكي بحب حضرتك جدا، يا حبيبتي، الله يخليكي، اتفضلي انا معاكي. ربنا يخليكي. معلش يعني انا بس موضوعي كبير شويه، هحاول اختصرهولك على قد ما اقدر. اتفضلي انا سامعاكي. انا احنا 3 بنات وولد، انا واخواتي يعني، ووالدي صعب جدا جدا فوق ما تتخيلي. يعني احنا حياتنا كلها كانت ضرب واهانه والناس تتفرج علينا، ده العادي يعني لا إله إلا الله. وليه؟ من غير سبب؟ من غير سبب، هو طبعه كده يعني. لو اي حاجه تافهه لازم بتختم بضربه، واي حاجه بقى في ايده يحدفنا بيها، كوبايه ازاز، مره كانت ترابيزه كده رخام جت على رجل اختي كسرتها، مره كان هيفتح علينا الانبوبه يموتنا، مره كان بيجري يجيب سكينه يموتنا بيها، زي ما بتيجي معايا يعني. بس هو ليه ربنا يعني كان بيعمل بيسترها ليه معايا. كده؟ بيعمل ليه كده؟ اي حاجه ولو تافهه بتبقى مشكله كبيره، وده اللي بيحصل. لازم ووالدتك فين؟ والدتي معانا، هي كانت مستحملة كل ده وبتقول عشان ما تمشيش وتسيبنا، وهو كان دايما اللي هو يعني هتمشي مش هتاخديه، فكانت بتخاف علينا وتقعد بقى معانا. وما كانش فضلنا ليه حد يرجعه يقوله كان عيب ما يصحش؟ يعني كان خلاني بيجوا يوقفوا له كده، بس ماما ما كانتش بترضى تمشي معاهم، يعني كانوا بيقولوا لها امشي بس هي مش عايزة تسيبنا، فبتفضل معاه لحد ما هم فتكمل. بطلوا يجوا يوقفوا لها يعني، لحد ما بقاش في حد خالص اصلا لا بيجي لنا ولا بنروح له. وبعدين ايه اللي حصل؟ دلوقتي احنا كلنا اتجوزنا، ووالدتي فضلت عايشه معاه، اخويا اتجوز وطلق مراته واتجوز واحده تانية، وعنده ولد وبنت من مراته الاولانيه، امي اللي ربتهم الاثنين. وبعدين دلوقتي هو بيضربها جامد يعني، لدرجة يعني آخر مرة دي اتكسرت فيها، وما بيضرب كانش أمك قادر لحد دلوقتي لحد وهي دلوقتي، في السن ده؟ وهي في السن ده، وهي أصلا يعني عندها أمراض الدنيا كلها منه. احنا اكتشفنا ده لما ضربها كده وإيديها اتكسرت، واتصلت بأختي وقفل عليها بالمفتاح وخرج عشان ما تعرفش تخرج ولا تروح في حتة. اتصلت بينا اختي، راحت لها عشان كان معاها نسخه من المفتاح، وخرجتها وودتها كشفت لها وكده، لان ان ايديها مكسوره من الضرب، عندها 7 غضاريف في ظهرها ومحتاجه عمليه خطيره في ظهرها، عندها يعني مشكله في القلب، ضيق في الصمام المترالي. طيب هي زمان كانت مستحملة عشانكم، دلوقتي مستحملة ليه؟ عشان هو حاليا نظره ما بيشوفش، وهو يعني بالجبروت وبالقوة دي وهو ما بيشوفش، وما لو كان بيشوف كان هيعمل ايه؟ هو طول عمره كده، هو كان بيشوف الأول بس يعني حصل كذا حاجة وعمل عمليات وكده، واللي حصل وحاليا له هو ده ما بيشوف. متعص منه؟ ما حسش لا ان ربنا بالعكس، هو بيفوقه لا هو عايز يثبت لنفسه وللي حواليه ان ان انا انا مش قوي؟ محتاج منكم، مش عايز حد ان هو ضعيف، لا انا اقوى منكم دايما. طب ماما زمان ما سابتكوش وما تخلتش عنكم رغم كل اللي حصل فيها، ليه انتوا سايبينها للبهدله دي؟ ليه ما احنا بترفعوش عنها خدناها، الظلم؟ احنا رحنا، هي يعني احنا رحنا خدناها وحاليا بنعالجها، وهتعمل عملية قريب في ربنا ظهرها. يشفيها ويعافيها يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها، لازم فورا تاخدوها، ما ينفعش ربنا تكون يخليك. معاها. احنا خدناها فعلا، احنا خدناها، بس احنا دلوقتي اخويا بقى خد صفه خالص، لان هو دلوقتي ولاده اللي قاعدين معاه، فخد صف خالص وعايز والدتي ترجع بأي طريقة عشان يريح دماغه من زن أبوه عليه. لا لا، مفيش الكلام ده، اللي ياخد صفه ياخد صفه، محدش مضرور. اخوكي مش مضرور زي امك، اخوكي ما بيتضربش زي امك، اخوكي ما هو احنا بيتهانش زي امك. امك دلوقتي في سن عايزه راحه وعايزه هدوء نفسي وعايزه تستقر، لو زمان ضحت عشانكم عشان تتجوزوا فهي اتمت رسالتها، ليه تكمل في قطر التضحيه اللي ملوش نهايه ده؟ ما احنا فعلا خدناها، يعني احنا قطعناه، وقطعنا اخويا ده بسبب كلامه دوت ان هو عايز يرجعها، بالظبط. اخوكي شخص اناني وابويا بقى بيفكر قلق. في نفسه بس وفي عياله، اهي امي تيجي تربيهم وخلصت وانا اعيش حياتي مع مراتي الجديده. دي الحقيقة، هو فعلا كده. هو مش قد مسؤوليه العيال يديهم لامهم، وهو اساسا خدهم من امهم ليه؟ ليه هي قطع امهم الرحم؟ اللي جامتهم بصراحة، امهم اللي امهم ما كانتش مش عايزاهم. عايزاهم، يبقى لا يكون قد المسؤوليه لما يكونش.
هو جابهم في الدنيا يكون مسؤول عنهم، مش الحل ان ماما اللي تربيهم فماما تتبهدل وتتشتم وتتضرب في سنها ده ويجي لها امراض الدنيا، بس مش مهم يلا نفسي، المهم ابقى مع مراتي الجديده خفيف وطاير. ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده، هو مراته الجديده دي عندها ولدين وهو بيربيهم، يعني بس ما بيسالش في عياله، يعني بيربي عيال مراته وما بيربيش ولاده. لا يعني زمن عجيب والله، زمن عجيب. بصي يا بنت ناس، كل تفكيره كده. انا بس عايزه اسال حضرتك، اتفضلي، عشان انا ضميري بس بيأنبني قوي من ناحيه والدي، يعني كل ما حد بيكلمني بيقول لي حرام ربنا يحاسبكم، بس انا والله خايفه اروح له عشان هو ممكن يحذفني في حاجه، ولا بصي يا حبيبتي حد من عيالي في حاجه يجرى له حاجه. طيب انا عايزاكي تهدي، يعني انت نفسك تروحي له بس انت خايفه منه. ايوه، هو كل ما حد بيكلمه بيقول لهم لو حد، لو شفت حد منهم هموته، لو شفت حد منهم هولع فيه، فانا خايفه والله. وهو ما بيهددش، ده ممكن يعمل كده فعلا. هو ممكن يعمل كده فعلا، هو راح عند اخواتي الاثنين البنات وعمل لهم فضيحه في الشارع وقال عليهم اقذر الكلام اللي ممكن تتخيليه والله. يعني قلبه قاسي ولسانه صليط وما عندوش رحمه وما عندوش دين، وسايبين له امكم. عمره ما كان حنين علينا خالص، عمره يعني لو حد فينا كان عيان كان بيقول لنا اللي يعي هيموت. لا حول ولا قوة، يعني هو عمره ما كان حنين علينا، عمره لا حول ولا قوة، ما شفناش حنية من عمرنا، ما كنا بننام في امان. انا كنت بخاف اصحى لان على خناقة، لان كنا بنصحى نلاقيه بيضربها، بنصحى نلاقيه ماسكها من رقبتها خانقها، يعني عمرنا ما حسينا بامان ولا حنية منه خالص. وطبعا اخوكي لولا ليه مصلحه ما كانش قاعد معاه اصلا. ايوه فعلا، هو مصلحته ان هو شايل له عياله. طب بصي يا بنت الناس، اسمعيني كويس قوي، مهم قوي ان احنا نبر ابونا وامنا ونكون برين بيهم قوي، لكن اكيد ربنا ما يرضناش الاذى. اي اذى جاي لاي بني ادم من اي شخص مفروض انه يجتنب، واعتزل ما يؤذيك، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي بيجي لك منها أذى لازم تعتزلها، لازم تاخد جنب منها. أنا دلوقتي المشكلة ما بقتش في إن أنت تبريه ولا لأ، المشكلة إن أنت لو بريتيه هيأذيكي، يحدفك بحاجة زي ما أنت قلتي، يضربك، يشوهك، يشوه عيالك، يبقى هو بني آدم مش مادد إيد الخير عشان أنتوا تبقوا عندكوا خير ليه. هو اختار طريقه، اختار يعيش ويموت لوحده، اختار يبقى بقلبه القاسي مكروه، اختار انه لما بتتمنوا له من جواكم انه يموت عشان تخلصوا من الكابوس وتفوقوا، اختار ان لما يموت محدش يترحم عليه. كل بني ادم بيختار هو عايز يكون ايه، والبني ادم سيره. يا ترى انا الدنيا هتختم بيا ازاي؟ هتختم بيا وولادي بيعيطوا عليا بالدموع لما فارق، ولا بيقولوا الحمد لله انه احنا خلصنا من شره ومن الوجع اللي كان بيوجعنا بيه وهو اختار السكه دي؟ لكن امكم ضحت زمان وكانت بتيجي وتقول مش هسيب عيالي، مش ده الراجل اللي انا امن اسيب له العيال، اخواتها يقولوا لها امشي تقول لهم مش همشي. فما ينفعش ان انتوا تسيبوها ولا تتخلوا عنها في سنها ده، هي محتاجه احتوائكم وعطائكم، محتاجه ان كلكم تبقوا معاها، كلكم تبقوا حواليها، كلكم تبقوا في ظهرها، هي محتاجه ده منكم. اوعوا تتخلوا عن امكم ولا تسيبوها. اخوكي الاناني اللي عايز يعيش لنفسه وبيفكر في نفسه وبس وبيفكر في عياله وبيربي عيال غيره، ده شخصيه سامه زي ابوه بالظبط، ما فرقش حاجة عنه، غبي على عياله وبيروح يدي عطاء لحد. وأنا دايما بقولها، ما ينفعش تكون بطل في قصة غيرك ونصدقك، إذا كان أنت في قصتك ما عرفتش تكون بطل هنصدقك إزاي؟ فخدوا أمكم وانجوا بيها وعيشوها عيشة طيبة عشان تقدر تخف وتتحسن وترجع لنفسها وصحتها تاني. ولما أبوكوا ربنا يهديه والناس اللي بيقولوا لكم حرام عليكم، قولوا لهم هو بيعمل إيه؟ قولوا لهم ما انتوا اللي بتقولوا حرام عليكم، روحوا انتوا شوفوا طبعوا عشروه شويه عشان تعرفوا احنا بعدنا عنه ليه. ما تشيلوش نفسكم فوق طاقتها، لان ربنا ما بيحملناش فوق طاقتنا.